يتمشى وقيمته عراقة الفريقين. أشرف الزيتوني، أشرف الزيتوني، زهير الذوادي، زهير الذوادي، والهدف الأول، الهدف الأول للنادي الأفريقي. أول كرة ممتازة يتحصل عليها زهير الذوادي في وسط الميدان. أشرف الزيتوني، تمريرة حاسمة لجناح النادي الأفريقي، يتمكن من تسجيل الهدف الأول. من جانب النادي الأفريقي زهير الذوادي والهدف الثاني. قلت زهير الذوادي باش يسجل الهدف الثاني، واضح أنه من خلال المسافة والرجل اليسرى بإمكانه التسجيل، واضح أنه كرة